لو لم يكن هناك إسرائيل لأوجدنا واحدة، يقول الرئيس الأمريكي خلال لقائه نظيره الإسرائيلي في البيت الأبيض، ويتعهد بمواصلة دعم واشنطن للدولة العبرية. نناقش أيضا الالتزام الصارم، وسأقول للمرة الألف في مسيرة المهنية، التزام الولايات المتحدة الصارم والحديدي تجاه إسرائيل بناء على مبادئنا وأفكارنا. لدينا القيم نفسها، وكثيرا ما قلت، إذا لم تكن هناك إسرائيل فسيتعين علينا اختراع واحدة. يدرك الرئيس الإسرائيلي حجم هذا الدعم ويطمح بالمزيد. اندماج إسرائيلي أكبر في المنطقة العربية، والإشارة إلى جهود بايدن بشأن الاتفاق مع لبنان، لكن الأهم هو ما يصفه بالتحدي الإيراني. يسحق النظام الإيراني الآلاف من المواطنين، يتظاهرون ويطالبون ببساطة بحرياتهم الخاصة، وهذا مثال على العصر الذي تعمل فيه إيران. تسحق مواطنيها وتتجه نحو الأسلحة النووية، وتزود روسيا بأسلحة فتاكة لتقتل مواطنين أبرياء في أوكرانيا. قد تبدو إيران في مقدمة القضايا التي تريد إسرائيل بحثها في البيت الأبيض، إلا أن مراقبين يرون أن أوكرانيا وموقف إسرائيل من الحرب والأسلحة التي يمكن تقديمها لكييف لن تكون بعيدة عن طاولة البحث. أعتقد أن الرئيس يريد أمرين: أن يوفر الإسرائيليون معدات لأوكرانيا، وأن يفتح هيرتسوك قنوات اتصال مع بوتين، حيث سيكون من الجيد الحديث معه حول إنهاء الحرب قبل أن يكون هناك هجوم نووي مثلا. تتشابك قضايا مع بعضها، ويدخل ملف إيران على خط المواجهة بين كييف وموسكو، ما يزيد من تعقيدات إيجاد حل من جهة، ومن جهة أخرى لما يريد كل طرف تحقيقه في الفترة المقبلة. استمرار الدعم لإسرائيل ثابت لا تحيد عنه الإدارة الأمريكية أيا كان على رأسها، لكن بايدن حرص على تأكيد هذا الدعم على بعد أيام فقط من انتخابات تشريعية في إسرائيل، وقبل أسبوعين من انتخابات نصفية في الولايات المتحدة. ريما أبو حمدية، العربي، واشنطن.